صباح الخير حبيبتي. صباح الله يسعد لي هالصباح. خير ان شاء الله. جاي بدك الكاميرا في شيء؟ لا 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 يا حبيبتي، معقول يكون في شيء؟ لا لا في شيء، انا متاكده. لا لا حبيبتي لا، بالعكس انا يعني انا شو عم تصوري، شو عم تعملي، خبريني. عم صور نسكافيه على سناب. نسكافيه على سناب؟ شو هالفيديو، شو هالتصوير الحرفي هذا؟ لك يا عم شو هالتصوير المتعوب. نسكافيه عم تعملي على سناب؟ ايش قصدك يا مستيم؟ لا 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 ما هيك، لا قصدي نسكافيه عملي لك شي طبخه كان شي شغله شو تكون. عرفت حبيبي، بشاركم يومي بالكامل يعني. عادي يا حبيبتي عادي، ان شاء الله الف صحه على النسكافيه. شو هال شو هالكوب الكيوت هذا، هاي من اختيارك يا روحي. يا عمري تستاهلي تستاهلي طبعا. نفس الرموش بس هي رموشها رسم، انت رموشك طبيعيه. طبيعيات ايه يا عمري. الله لا يحرمني هالجمال وهالصباح لك هيك من الاخر يا عمري. شوف ما في شيء حبيبتي، ما في لا شيء. لا في بايدك الكاميرا، في مصيبه. لا يا روحي ليش يكون في مصيبه؟ ليش انت دائما سلبيه؟ انا إيه؟ انا سلبيه؟ تفكري بطريقه خاطئه فيني. كل القصة ما فيها يا حبيبتي انت يا عمري، اني انا حابب هيك نطلع نعمل فطور برا رومانسي، فطور رومانسي يعني. انا شفت مطعم خيالي هيك، حتى الاطلالة تبعيته في فيو بحياتك ما شفتي عن جد. تخيلوا يا ناس يا عالم انه هذا المطعم مخصص للعاشق والمعشوق. عاشق ومعشوق، معشوقين اثنيناتهم بحبوا بعضهم يعني، هيك عصافير الحب هيك. فرجيني المطعم اللي شوف فيه عمري. لا لا بتروح البهجة تبعيته. تخيلوا المطعم كل الطاولات اللي فيه أكثر من شخصين، ما في شخصين بس بياخذ، ما بياخذ أكثر يعني. عم بقولوا لك تعا أنت وحبيبتك، تعا أنت وخطيبي، خطيبتك يعني نطلع أنا وأنت بس؟ في صوتك مشان أهلك ما يزعلوا، هلا بتخبرون بس. لا هن باخذهم على الغداء. لحظة في مكان تاني كمان منشان الغداء هذاك. أيوة ناخذهم ونتغدى، بس هلا الفطور الصباحي خلينا نروح انا وانتي. يا عم بالصباح وانسي نمشي لعند امك الخضرا ونطلع. يلا الله 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 اكبر على الجمال. ربي خلقت الجمال وقلت اتقوا، فكيف ارى هذا الجمال ولا اعشقه. ايوه اشهر رومانسي لك. ايه لك ايه يا عيني يا عيني، ماما طالع حلوه. ها يا لدريتش وننوش، صرتي جاهزة هلا؟ ايه جاهزة. جاهزين لنطلع؟ يا أبرني التقويم الميكس، أنا هذا الميكس هذا عامل تقويم ميكس أحمر على أظافيري مثل أظافيري. هاي موضة جديدة. وأنت شو في أظافير؟ لا أظافيري هي راحوا عملوا لها مناكير. طيب برجع بعمل لها أنا مناكير. عملوا لها للحلوة. عيلة ريتش وننوش قبل ما نروح على هالمشوار الحلو واللي ننوش راح تحبه واللي انتو راح تحبه، ما تنسوا فشل الفيديو لايكات، تشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لتكونوا جزء من عيلتنا. حساباتنا الانستغرام سناب شات كلهم راح تلاقوه بس انت خلصوا في دفنا، ضيفونا عليهم لتعرفوا يومياتنا اكثر. امشوا ننزل عند حماتي كمان نصبح عليها طلب. تفاجأ تشوفك هيك ملبسه ومجهزه حالك انا وانتي. يلا سنود الحلو، تعالوا شوفوا لي هالصباح الحلو، شوفوا هالحلاقه الحلوه. نانتو حلقت له شعراته. يا سلام يا سلام، والله شيء حلو. لازم نفتح لك صالون حلاقة حماتي اللي انت. وميرو كمان حلوة. ميرو قصت شعراتها كمان كمان ايوه طرفوا لها، انا ما خليتهم كمان يقصوا لها كثير لانه بحب شعراتها الحلوين انا. الله يسعد لي هالصباح يا حماتي اللي انت حياتي. شلونك عمي؟ هلا عمي هلا. الله يسلمك يسعد لي هالصباح الحلو حبيبي سنود الحلو. نحن طالعين برات البيت عرفتوا؟ يعني ما منطول نحن؟ ما منطول ساعتين زمان عادي. الله معك. الله يسلمك. الله يسلمك يا حماتي اللي انت حياتي. خليك سكوت صايع على قاعده بتقول عاد بوسه لبابا. يلا زت بدي زت البوسه مع الصغير. لا يتحمل ما عاد تزبط معه من كل كرشه بيطلع. طبعا من كل كرشه يبرني كروشه. انا يبرني كروشك الحلو لبابا لبابا. يلا لألي لألي عاد لبوسه لألي. يا حبيبي حبيبي انت وين اخذني؟ صرنا نص ساعه على الطريق. جايبني على الصحراء يعني؟ ايش طلع حبيبتي؟ ما هذا ما عم بشوف لا مطاعم ولا شيء. يا عمري انت هذا المحل لازم يكون هيك بعيد شوي. وبمكان لانه هو للعاشق والمعشوق لازم يكون هيك في منتصف الصحراء. منتصف الصحراء؟ لا مو منتصف الصحراء، يعني هدول المطاعم الراقيه بتبقى هيك بعيده شوي عن المدن بعيده. عرفتي ففي قعدة انت خلص خلينا نوصل. طلعي الطريق ما احلى هلا يعني. ايه والله انا استمتعت بالطريق. شوف الرمال والصحراء والصحراء. ايه صح والله هذا المطعم بحطه بقلبه شغلات كثير حلوه. حبيبي انت متاكد من اللوكيشن انه مو مخربط؟ لا 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 الله يسامحك الله يسامحك قلنا لك
قلنا لك هذا المكان مخصص للعشاء، بعيد عن المدن، بعيد عن زمور السيارات ووجعة الراس، يعني هن مخصصينه لألي وإلك مثلاً، هيك شلون نحن نحب بعض نتشكلس على بعض، نفس الشيء عرفتي؟ ماني شايفة مطعم. وصلنا يا حبيبتي، وصلنا. وين وصلنا يا عمري؟ حبيبي أكيد اللوكيشن مخربط. لا لا يا حبيبتي، لا 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 ها وصلنا، تم لقد وصلت إلى وجهتك. شو؟ وصلنا. لا كني إيه دقيقة شوي. استني. والله حاسة. خليني أتصل بصاحب المطعم، بمدير المطعم. هو مدير المطعم قال لي ما تاكل هم، انت بس وصال وانا برتب لك كل الامور على كيفك. قلبي مو مرتاح. قلبي مش مرتاح. ننوش؟ ننوش؟ ايه شبيك؟ كرامتك هذا المطعم؟ يا الله يا الله دخيلك. شوفوا 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 شايفين مبين عليكم شو في جوا ولا لا؟ عمري انت يا عمري هلا انا شايفتيني لهي الدرجه في قمه الرومانسيه عندك كوتي كوتي طلعي طلعي فيني انا رومانسي كل هالشيء مبين عليك. لا والله انا بشبه الرومانسيين شيء حبيبتي. هذا هو المطعم، بس هذا مطعم ببيع عايش، ما ببيع ميت، قصدي ما ببيع مشوي او ببيع مطبوخ. الحق مو عليك، الحق علي انا اللي صدقت وتحست حالي. لا وعم تحط سنابات من الصبح. انزلي حبيبتي، يلا يلا حبيبتي، يلا نزل افتح لك الباب براسي انا. اوعى. تفضلي يا حبيبتي، تفضلي تفضلي، نختار مع بعضنا. نختار الخروف اللي بدي اخده على البيت يا روحي. ليش مناسباتنا خلا بس اخذ الخروف، بخبرك كم مناسبه عنا وجمعتهم كلهم بخروف واحد. ايوه عم توفر يعني هلا. لك تفضلي تفضلي حبيبتي، تفضلي تفضلي تفضلي. بس دقار مش بدي اعمل جوا ما فينا. بدنا نختار. بدنا نختار يا حبيبتي، بدنا نختار. لك ايه لك ايه؟ امسكي امسكي امسكي، صوريني. ام الحق علي الرديت. مرحبا يا حبيباتي، مرحبا. ايه ايه احكي معهم حبيبي، احكي معهم. انا اليوم جاي اخلصكم من هذا السجن. انا اليوم جاي اخلصهم من هذا السجن. ايوه جاي تخلصهم. هذا السجن حرام ينحطوا بسجن، لازم ينحطوا بالكرش. ليش ناوي تاخذهم كلهم؟ لو يطلع بايدي لافتح نفسي والله. لا الحمد لله ما في احلى من تجاره الاغنام. صح تاجر وكل، بس خليني اطلع. وين بدك تعطيني؟ وينه؟ لا تعيطوا لا تعي لعلمك. لا 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 انا ما بدي افوت. لا لا طلع هذول. لك يا ريت ما بيعرفوا. يا ريت شاطرهم. تعي لعلمك شلون تفحصي الخروف. لك انا ايش بدك تعلم فيني؟ ايش ما دخلني. تعي تفحصي من هون. ايوه من هون. تعلموا حبايبي تعلموا. ما عجبوا لا ريت. وين هلا الخرفان هذول هن؟ بس وين التيوس؟ خذني عند التيوس لاقول لك ناخذها لحماتي تيس. بدك تاخذ تيس؟ ايه تعال حبيبي تعال. شو هاد؟ لا لا شو هاد؟ هذا التيس الابيض طلع. ايه هيك بيقول اداناته؟ ايه ايه تيوس هذول. هذيك المرة اخذني عند خروف ميت، هالمرة جابني عند تيس عايش. هذا الابيض؟ يي يي لحد يهجم علي. هلا هذيك مبيني حامل، هذيك هي حامل بدي بهذا الحجم، مبيني حامل هي بطنها كبير. بيفهم فيها الريتشو مالكم خبر؟ مبين بطنها كبيرة. تعوي حبيباتي وين رايحين؟ وين رايحين انتو؟ ليش هربوا مني؟ لانك بتخوف، لانك بتخوف يا حبيبي. انا خايف يهجموا علي. شمي شمي الريحة تبعيتهم. ايه الريحة التنين. شمي ريحتهم ريحتهم بتشهر. تعي 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 تعي. ما تلعب معهم بالشان الله. لك ريتشو لك ليش شيك؟ عن جد ليش شيك؟ كله نفريد هذا شكل، كله نفريد هذا شكل. هذا شكل اذا حطه بالفرن كامل اوكي هذا شكل، بس لازم كبير اذا انا بعدين بدي اعمله كذا طبخه، لانه حماتي بدها تطبخ لي كذا طبخه. ايوه عرفتم. يلا حبيباتي يلا حطه يا حبيبي حطه. انا شوف لا تعذبني على الطريق، حبيتك من اول نظره. حبيت من اول نظره مثل ما حبيت منوش اول نظره حبيتك. لا. ما بدي مشاكل. لا. باء باء ما بدي اسمع هالطريق، راسي بوجعني انا. مع العالم صوتك كثير حلو، بس يعني لا تزعجني على الطريق عشان مرتي ما تزعج يعني. حماتي قاعد تستناك. حبيته من اول نظره مثلي مو؟ يا
يلا على السيارة حبيبتي يلا. يا جماعة معقول يعني البس وضبط حالي وكون مبسوطة كمان إنه أنا فرحان رايحة على مطعم الرومانسي؟ ركزولي مطعم الرومانسي رح يجيب لي السكتة. لا 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 وقت تجيكي لعبني. شلون بدها تجيكي السكتة؟ مين بده يطبخ لي خروف؟ شلون؟ هلا الخروف والله بعوض لك اياها. شو بدك تعوض لي؟ ما بدي. خلص والله بعوض لك اياها بس بدي شغله. والله انزعجت. اسمعي اسمعي بس بدي منك شغله هلا. شلون بدنا ندخل الخروف على البيت؟ اللي بدي اياه منك وين؟ عم فكر على البيت لجوا على البيت لجوا بس مو على البيت يعني انه على الصالون. انتو سمعتوا مثل ما سمعت؟ لا لا بدي ادخل الخروف من الشباك لعند امك. اللي بدي اياه منك تدخلي هلا على البيت والله العظيم بدون مزح. خلينا نضحك ولو بعيا. لك شو تضحك ما تضحك؟ هلا اذا انا مجنونه تمام وعم بتحمل افعالك ومفاجاتك ومقلبك امي ايش ذنبها؟ لا 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 عن جد لا. قولي لها قولي لها ريتشو عامل لك مفاجاه بالغرفه على الغرفه الجديده فحب يقدم لك شيء عرفتي؟ خلينا ندخل على البيت. اسمع انا غرفه بدخله من الشباك. شو دخل الغرفه بالخروف؟ لك انت قولي لها هيك هي رح تدخل تشوف الخروف ونشوف ردة فعلها. لا لا ما برضى عني. بعوض لك اياها قلت لك والله لطالك احلى مشوار. ما بدي لا شكرا لا. لطالك لاخذ لك احلى منتجع وعلى البحر وحركات. لا هذاك اليوم على اساس غدا رومانسي وما بعرف ايش رحنا اكلنا روس ومقادم وقشم ما بعرف شو هيك. لا طيب هيك كمان لا. طيب هيك كمان لا حبيبي. طيب هيك في هدول كمان. طب خديهم غيره اذا هيك بتوافقي يعني صاروا جاب الخروف يعني يدخلوا دقيقتين على البيت. هدول منشان تطلعي نطلع مشوار فيهم نخبيهم هلا يعني هدول مو لالي؟ لا, لا حبيبي هدول لعلي بعدين بالمشوار بدك تطلعي وعدتك بمشوار الله يخرب بيت. لا هدول لالي حبيبي لالي لالي صح حقي هدول كل هدول مو هيك مو هيك كثير هيك ما ضل والله ما ضل بخبيهم لو ايوه انتو هون شكرا يا بنتي ماما. ايه ماما نعيما يا روحي انتي بدي منكم خمس دقائق بس تطلعوا لفوق لانه صهرك العزيز عاملكم مفاجأة لغرفتك الجديدة. ليش بدنا ناقصة شيء يا ماما؟ امي مو ناقصة مو ناقصة بس مفاجآت صهرك ما تخلص. انا حب مفاجآته. ايه بنتي ليش ايش ما فيها الغرفة ايش يلزم ما بدها شيء يا حبيبي كملي ما فيها شيء ناقص. بعرف بعرف طلعوا خمس دقائق لفوق بس خمس دقائق خمس دقائق حبايبي. لا بدنا نشوف بدنا نشوف مفاجآت صهرك. لا ضحكي صهركي انا ايه خبرني صهركي. يلا حبيبي يلا يلا على المملكة السعيدة حماتي بانتظارك. لا تزعل ما بدي اشوفك زعلان. سكر السيارة. طيب بعدين بعدين شو بعدين؟ تعي معي لوين؟ الشباك على الشباك من الشباك مش بلكي رجعوا نزلوه. لك لا ما رح يستعملوا هون ليش بالشباك؟ لا ما بالشباك يا شو عامل؟ حطيت هاي هون عشان اطلع اسنان ولا موتور. لك ليش بالشباك مثل الحرامية ما في شيء؟ اسمعي شوي تمسكين؟ ايه شلون امسكه؟ لا لا ما بيتحرك استناني يا حبيبي. لا 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 هادي حبيبي حبيبي ما تتحرك هي اجا ريتشو خيرا شو بدك تجيبه؟ انا ريتشو اوعك تحطه على التخت ها انتبه. شو؟ اوعك تحطه على التخت حبيبي دقيقة جايتك جايتك ريتشو يقبرني جمالك كان قلت لك حطه كشبك موت لك ما تحطه خيرا شيله وين بدي احطه؟ لك شو؟ لك احلى بتدخل بتدخل هيك طالعي لك شلونك بتدخلوا هيك تتفاجئ بتعمل واو هيك بتعمل حمادي واو بتعملك واو والله بدها تقلعنا من الغرفه تعال شوف رفيقك تعال شوف رفيقك مين بدها تقلعنا من الغرفه هلا بتشوف لك عن جد شيله متخد يلا روحي صحيح انا رح اتخبى انا ما دخلني ها من هلا يلا روحي انت بتاكل بهذا العمل حمادي جاب خروف حطها تحت حمادي وي ما حدا سبقوا عليها طلعي جيبيهم واحد اثنين ثلاثة ماما مريم ما هذا بابا ما قول لي بابا انت شو شو اتخذ اتخذ يا انا ما ادخل وكم شي 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 ايوه ايوه انت عم تعصب علي وكيف معقول يعني تحط الخوف على التخت لك عمي والله انا غريب طلع ما عصب على بنتك عصب على مرتك انا ما دخلت ليش تعصب عليهم هو عليك ما بحسن لمرته بحكي لك قلت لها اجي حط خوف على تختك ايه برضه ايه حب لك عملك عملك لك شوي شوي عليك مدفوع حق خاف خوفتوه خوفتوه لك شيلوا على الفرشة يا الله وسخ يا امي الله يرضى عليك يا الله بتحبب جديد كمان ناقصة تعزيم عمي بس حبيت اعمل لكم سبرايز يعني بتعمل لنا سبرايز تحط الخروف على شو اسمه اسود يطابق على الغرفة بشتري لك واحد غيره اسود طلع ابيض واسود نعيمة يا ريتو نعيمة جيت لفك الحق ميرا ما بعدين ملفح عمي ملفح يعني ما نوزك ما
ولو كان لفحينه لا مغطى هذا ما بعمل صح راسه نظيف لانه متحمل شو ريحتك شو ريحتك خدي جوزك طلعي انا ما دخلت العيله طلعت معي بنتكم هاي لا انا ما اخذت مصاري بالمقابل طبقت معي عليكم لا لا امي ما تصدق انا ربع امي ربع اخذت مصاري مشان ادخل لا 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 ربع ما بدي لك مو لعلك عصب واخيرا شفته معصب شيل 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 عصب دخيلك شيل شيل انا انا بنتكم انا بنتكم الوحيده هو هو الله يصلحكم انا ناقصني شغل تعي اطلعي برا انت وياه انا شو دخلني تعي انت وجوزك برا والله عدنا عجبك هيك يا حبيبي يا حبيبي انت ما حدا بيحبك غيري تخيل اطلع اطلع برا اطلع حطه برا وين بدي احطه بهالشوب لك ما في شوب عزاز هو وين كان المكيف والمي وين كان طيب انا برا يا ريتشو انا اظبط له محله طولي بالك كسر لي ظهري فيه هذا مو مثل هذاك يا الله ميرا ما ما لك امي والله انت بسم الله شهادتك يعني هلا بدك تقنعني يعني وقت ناكل ما راح انت تاكله منه رح ناكل بدك تاكل عم تبهدله شو زبطت معه يا زلمه عم تبهدله بس خلي كله ماما والله ما نعرف شي غرفه نوم شي المطبخ طلع ولا برا بس كسرني ظهري كسرني ظهري لا عاش عمي عليك ولا دمك معلش من بعد اذنكم اسمعوني وعوا اسمعوا وعوا ايوه معلش يا عمي غرفه جديده ما عملنا منها ها خذ الغرفه خيو ما تجيب لي خوايف على البيت خذ الغرفه بدي انا اتجوز عليك عم تقول لي خذ غرفه بدي انا اتجوز عليك ننوش طيب لك شو قصدك؟ يعني جبت لي غرفة وما تجيب لي خرف تحطها لا هي هي مناسبة احتفال احتفال مناسبة ماما هي احتفال يا حماتي أنا محتفل بالغرفة يعني أنا من فرحتي سبرايز عملت لكم وغير هيك الولد مشي ما سوينا ما شفنا شيء الله يخلي لك يا ابني الولد مشي مع قناتي الموسيقية توثقت ما حدا قال لي مبروك مبروك يا عمنا خبر ماما توثقت كقناة فنان رسمية ما بدها احتفال جمعتوا هالثلاث شهور يا عيني تكرم عينك ولو يلا. الغرفة والمطبخ والبيت كله تحت حسابك وسخ ماما وسخ قومي اشتغل يا بنت لا تعال هو ما بصير لحالك طي طلع قومي اشتغل ضعيفة ما بتحمل شغل كثير رح طي اه هلا صرت ضعيفة ما بتحمل شغل لا ما هيك في قال بدي يعني ساعدوها امي ايد بايدي بعدين يا حبيبي ايد بايد معي والله لا يحكي الله ينور عليك شيل طلع على غير ماما هات بوسي ايش تعب عم بتعصب علي انت عصب ضرب ضرب انت عصب على مرتك والله انت ضرب والله الله 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 يا سلام تعال حبيبي تعال خليه هون ايه حبيبتي خليه هون ايه؟ هلا بدنا نحكي حبيبي هلا بدنا نحكي مع عمو اللحام ايوه مع عمو اللحام هلا بدنا نحكي مو يا حبيبي الله يصبرني عزه صار كذا مناسبه ما معقول يا ايش بك حماتي لسه عم تطلع فيني هالتطليعه ليش هيك بعرفك حنونة انت ما بتردي لي طلب خلاص الله يسلمك هات تكنس مشان ما تقولي وسخنا البيت لا لا هذا الكيس الكيس فكيته قام طلع عمل ككايه بقلبه ايوه ايه عم اجباري يعني وين يروح حاله بقى بجوز من الرعبة بجوز خدتوا خوفتوه أنا ما بخاف مني بتخاف مني شيء أبدا ما بيخاف أنا حتى وقت اللحمة بعد ما هيك وبعضة تحت سنيني بكون حنون بالعض عم تعصب أنت صاير علي علي عم تضحك مو شو أنا يا عمي بتعصب الماي بتعصب هذا إجري مناملين وكانوا مربطين نملوا إجري اختار أملوا مساج ماما ما عاد طيب أملوا مساج يلا تعي تعي مش تعي سوي معي مساج بلشوا طيب اجرين نملوا مو كانوا مربوطين في بعضهم فبيخضروا ما بقول بحسن واحد يخضروا يعني ايه يلا قوم حبيبي قوم لشوفك قوم لشوف يا سلام عليك ورجيني قوم لشوف يلا شايف شطور يا شطور لا يفضل كمان دبيك وكمان دبيك كمان ليك 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 عم يعملوا يلا لا يهجم عليك ايوه ايوه اعطيه مربوط وين بدك تشتغل؟ شو قدمت؟ ايش رايك تدخل عندي على المطبخ؟ يلا جيب سند لعندي جيب سند لعندي سند ماي لعندي شوف فكيتك من لا تيبس راس معي فكيتك وكنت منيح معك لا تعصبني خلوه هون جيبوا لي مي اشربها يلا جيبوا لي مي حماتي شمي ريحتي يا حماتي هلا متحممه امي تعي شمي ريحتي طب وشك على الحمام؟ اي طبعا اكيد ولك انت جاي تطعمي الماخس ميرو بتكيف على الماء ما بتحب الماء ميرو ميرو رايح لشوف عند الماء يلا 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 ما بتخاف انا تعي تعي طعمي له الماء يلا 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 طعمي له الماء جو جو ما عم ياكل الماء
زعلان الماء؟ قلبي ماما لعنده. الماء زعلان؟ قولي له كل حبيبي. يلا حطي له اياهم بابا، حطيهم بالارض، حطيهم بالارض، حطيهم هون هيك، حطي له هون هيك. برافو شطوره، صفقوا له ميرو. برافو ميرو. بتصفي لها. يا عيني عليكم، ما احلى هالجمعه بالمطبخ. بكره كلكم بدك تجتمعوا على الخروف، كلكم. كلكم ورجيني لاشوف، ورجيني ورجيني ايش عم تعملوا. هاي الفاصوليه تبعيت امبارحه. ايوه، وهذا الصحن مثله بشبهها نفسها. ايه نفسها بس ايه. هاي اللي زادت امبارح حبيبي، اللي زادت امبارحه. عادي عادي، اعملوا كتروا، اعملوا كتروا يا حماتي. اللي انت حياتي عم تعصب علي انت اليوم. والله تخلي الواحد يطلع عن طورك يا عمي. ايش جيب خروف وحيط لي على التخت؟ ايش عليك؟ كوفرلي جديد لماما. ماشي؟ ولعيون حماتي احلى كوفرلي جديد. لك ما يزال. والله ما بيغلى على عيونك اللي بيشبهوني. ما بيغلى. صفى على الكوفرلي، انه بدي اجيب لك كوفرلي جديد. يا ما احلاك. تاتا. ما شاء الله. تاتا. انت يا بابا كمان بدك كوفر ليلة تاتا؟ لك. اه؟ بدك تطعميهم. بدك تطعميهم؟ طعميهم لشوف. وهون ايش عم تعملي كمان؟ حبي هون عم بعمل معكرونة بخضرة، انه كل ما انه الكل ياكل، عرفت شلون؟ يعني اليوم هيك بنقضيها. يا عادي. اليوم هيك بنقضيها. ايه مشان ما ضايق. اليوم بناكل بزيت، وبكره بناكل بلحم وشحم ودهون وشحوم ولحوم. صح. بكره عادي ما في مشكله. اصلا انا حماتي من وقت ما اجت من سوريا ما عملت لها حفله شواء. ايه صح. وضميري، ضميري اللي داخلي عم يعذبني انه ليش هيك لهلا ما عملت لحماتك اللي هي حياتك حفله شواء. طلعوا طلعوا شوي. صارت مناسبات كثير يا ماما. صارت مناسبات كثير عن جد. غرفه النوم، تثبيت حسابك انت. مو تثبيت يا اخي، تثبيت. توثيق. توثيق، عفوا. سوري سوري. توثيق يا حماتي. عم تعصب علي انت مو؟ سكتتي له؟ سكتتي له؟ ما حكيتي معه شيء؟ بدي احكي معه. ما حكيتي شيء مع جوزك؟ لا بحكي معه. لا ما حكيت. عصب علي عمي. ما عصب، ابوك عصب. شو فيها؟ والدي عصب على عيني وراسي. بس لا تسكتي له. شو ما بسكت له؟ يعني بس بحب اشوف حالكم. شي مرة اشوفكم متخانقين بس مثلي انا وننوش؟ لا. هلا انا وننوش دايما بنتخانق. شي مرة هيك اشوفكم متخانقين انتو؟ ما بيتخانقوا يا عمري، لانه بابا ما بيعصبها ولا بيفاجئها بمفاجآت خطيرة. الا ما اخليه يعصب شي يوم. طولوا بالكم. ماشي. طولوا بالكم، بسيطة. ماشي. فلهون عيلة ريتشو وننوش بدنا نخبركم انه وصلنا معكم لنهاية هذا الفيديو. ما تنسوا فشوا الفيديو لايكات، تشتركوا بالقناة اذا ما كنتوا مشتركين. يا ويلو ما بيشترك، وتفعلوا زر الجرس لتكونوا جزء من عيلتنا. سبعتنا انستغرام وسناب شات رح تلاقوهم بصندوق الوصف. ضيفونا علينا لتعرفوا يومياتنا اكثر. ضيفونا علينا لتعرفوا يومياتنا اكثر. هلا بدنا نقلكم باي باي على حفلة الشواء لعند حماتي اللي هي حياتي.